وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية فاتل للضيافة. نرحب فيك شيخ خالد في نشرة أنباء الثالثة، وبداية لو تحدثنا عن دور كلية فاتل في إعداد وتدريب الشباب البحريني لدخول مجال الفندقة والسياحة. مساء الخير، في البداية شكرا على الاستضافة الطيبة. طبعا كلية فاتل أنشئت كبادرة من هيئة السياحة والمعارض لدعم هذا القطاع. فمثل ما أنت عارف في جهود كبيرة تقام من قبل الهيئة لاستقطاب استثمارات منها أجنبية منها وطنية لتجهيز بنية تحتية لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 في تعدد مصادر الدخل. طبعا كل هذه المؤسسات اللي افتحت وقاعدة تفتح تحتاج كوادر متمكنة ويعني ذو كفاءة ومهارات. فدور فاتل هو توفير هذه الكفاءات، وطبعا نسعى أن يكون الخيار الأول هو الكفاءات البحرينية. نعم الشيخ خالد، بس لو تحدثنا عن برامجكم في تدريب الشباب البحريني. نعم، حاليا البرنامج اللي يتم طرحه من خلال الكلية هو برنامج بكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية. نعم. طبيعة البرنامج له طابع عملي كبير أكثر من النظري. فالطلبة في يعني خلينا نقول الفصل الأول يقضون أسبوع وترك يعني أسبوع في الصفوف، وأسبوع يمارسون الجانب العملي مع شركائنا اللي هم 4 و5 نجوم فنادق 4 و5 نجوم، والفصل الثاني يكون تدريب عملي مدته 4 إلى 5 أشهر. ففي السنة الثانية ورايح طلبتنا يقضون هذه فترة تدريبية في الفصل الثاني في دول خارج مملكة البحرين. والهدف من ذلك أنهم يأخذون خبرات دولية، يكون هذا المجال دولي، يكسبون ثقافات، ومنها ممارسة اللغة من ضمن البرنامج أنهم يكسبون لغة. فهي فعليا مثل ما وصفت سعادة الوزيرة وزارة السياحة كلية فاتل أنها ذراع تعليمية، وإن شاء الله قريبا تدريبية بإذن الله. نعم الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لكلية فاتل للضيافة، شكرا جزيلا لك.